الامام اذا جمع يسلم على اليمين وتضعه باقيات ثم على اليسار طبعا. هذا يسال عن ما اذا كان الامام اذا كان المامومون يسلمون مع الامام بعدما يسلم الاولى يسلمون الاولى بعد الثانيه الثانيه. الجواب هذا لا باس به صحيح لا يضر، لكن السنه والاولى والافضل ان يتاخروا الى التسليمه الثانيه لا يعجب. اذا سلم الامام الاولى لا يسلمون حتى يسلم الثانيه على ظاهر الاحاديث ومن باب كمال المتابعه. اما اذا سلم بعد الاولى سلم الاولى بعد الثانيه سلم الثالث فالصلاه موجهه لا يجوز ان يكون عليه حرج ولا اثم، لكن تركوا ما هو الافضل والاكمل والاحوط. والذي ينبغي ان يتانوا ولا يعجلوا حتى يسلم الامام الثاني. اذا سلم الثانيه سلموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا سلم فركع، فسلمت ذلك يعني يتانون حتى يسلم الثانيه، هذا هو الاحوط والاكمل في الاتباع. واذا سلم الاولى بعد الاولى والثانيه بعد الثانيه نرجو ان يكون هذا حرج، ولكنه ترك ما هو الاحوط والاكمل. الحديث في صحيح البخاري ما معناه انه بيدل على ان يعني لو سلم المؤمنين بعد الامام بعد التسليمه الاولى مباشره لعل انه تكون يعني هذه التسليمه ولو احدث تبقى صلاته صحيحه. هذا في خلاف العلماء. نعم. لكن الاكثرون يقولون تكفي الاولى. يا سلام الاولى كفت. نعم. ولو احدث بعدها صلاته مجزئه. ويذهب بعض اهل العلم الى ان لا بد من تسليمتين. يعني الرسول كان يسلم تسليمتين. ولا يختم الصلاه ولا ينتهي منها الا بالسلم الثاني. فعلى هذا لو احدث بين تسليمتين بطل الصلاه. فعليه ان يعيدها وهذا هو الارجح. الارجح انه لا بد من تسليمتين. فينبغي له ان لا يعجل. ولو الجمهور يرون انه اذا سلم الاولى اجزت والثانيه سنه غير واجبه عندهم تكفي الاولى، ولكن ارجح والاظهر في الادله انهما واجبتان جميعا واخلان جميعا من اركان الصلاه، لان الرسول حافظ عليهما وقال صلوا كما رايتم يصلي. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.